مثل ما جيتكم اليوم أدخل معكم في لقاء آخر وأقول لكم يا شباب الوقف اكتمل ونفرح كلنا بسجدة شكر لله بأننا سعينا ودلينا أهل الخير على وقف سيكون في مكة، سيكون للأيتام والأرامل والمطلقات وفي تفطير الصائمين وفي سقاية الماء اللي هو أفضل الصدقة، كل هذه مجتمعة في وقف واحد في مكة المكرمة، والأجور بإذن الله تكون مضاعفة وتكفل اليتيم تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وغيرها. لما ترحم أحد يرحمك الله، فأنت الآن ترحم المسكين والمحتاج المطلقة الأرملة، فالراحمون يرحمهم الرحمن، فالله كريم واسع فضله واسع عطاءه، الله في كتابه يقول الله واسع عليم، فأنت لما تعطي لله أعرف بأن الله سيضاعف لك مرة أخرى وغيرها، وسيعطيك وسيشفي مريضك وسيعافي مبتلاك وسيكرمك واسع فضله وكرمه. لا نتأخر، نتقدم، باقي 15,000 سهم، كل واحد من 100 قفلنا وقفنا اليوم قبل بكرة، فما ما بقي إلا القليل، راح الكثير باقي القليل صحيح. إن شاء الله نفرح مع الأيام الجاية، وقريبا من أهل الخير تبرعهم عطائهم ومشاركتهم، يعني نقفل هالوقف ونسعد كلنا بأنه في إنجاز في برنامج كاريزما وقف الأم بمكة، والأم تستاهل نعطي وما نقصر في حقها أبدا بإكرامها. لو أحد منا زارت أمه في بيته وهو متزوج زين، وكان يعني لا أكرمها والجاب لها من أفضل الحلويات ومن أفضل الفطائر والذبائح والمدري إيش والهدايا علشان بس زيارتها، لأنها أم غالية ما في أغلى من الأم. الآن أكرم أمك بشيء مثل هذا الوقف اللي ينفعها في دنياها، ينفعها في آخرتها، ينفعها في قبرها، يكون لها نور وضياء. أمك حية أعطي وأسعدها وشوف البسمة على وجهها ما أجملها. أمك وارت التراب وانتقلت إلى رحمة الله، أسعدها في قبرها وهي تعرف زي ما قال بعض أهل العلم أن يكون لها تكون لها الصدقة تأتي على طبق ها من ذهب، ثم تتجه لها في قبرها وتعرف أن ابنها فلان أو بنتها فلانة تصدقت عنها، وتفرح الأم بهذه الصدقة وتنفعها في قبرها، وراح يكون قبرها نور وضياء إذا حنا قدمنا، لأن الله اللي قال، محمد صلى الله عليه وسلم اللي قال له بناصر وله بأي واحد، حنا نقول ما قاله الله وما قاله محمد صلى الله عليه وسلم. طيب نبغى مشاركة مشاركتين. أحمد الفراج، على الوصول لهالنسبة 85%، وأبارك لأخوي عبد المجيد الذيابي اكتمال الأسهم الخاصة فيه، والله يجعله يا ربي منبر خير ولا يقول إلا خير وهو ما يقول إلا خير. أنا أوجه رسالة للجميع، إذا كان لك شخص مريض فالصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي دواء، داووا مرضاكم بالصدقة. إذا كان لك شخص ميت بإذن الله أنه ميت على الإسلام، ولا شك أنه حتى الميت على الإسلام أحيانا يحتاج بعض الأجور اللي تقيه من, 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 من النار وتدخلها الجنة من غير عذاب. أنا أقول ما في أجمل من الهدية اللي تقدمها للشخص الحي والشخص الميت مثل الصدقة. الشخص الحي تهديه هدية، خاصة إذا كانت مثل الدرع هذا أو مثل الإيصال اللي يرسلونه لك الجمعية، هدية تبقى إلى يوم القيامة وبعد يوم القيامة حتى في الجنة. كل هدايا الدنيا تنتهي وتنفذ إلا الصدقة، تهديها في الدنيا ويجدها صاحبها يوم القيامة إذا لقي ربه جل وعلا. الشخص في القبر ما في أحد منا إلا وفيه أحد من أحبابه أو أقاربه في القبور، وهذا مصير كل حي. لذلك ما في أجمل من أنك تسعد شخص فارق الحياة ودفن تحت التراب بصدقة تكون له ضياء ونور وطريق للجنة. والله العظيم والله العظيم والله العظيم إنه كثير من في القبور ينتظرون هدايا مثل هذه الهدية الصدقة. إذا كان بنفسه الميت يقول لله جل وعلا ربي ارجعون لعلي أعمل، أو عفوا فأصدق لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، فما بالك إذا كانت الهدية الرجل أو المرأة أو البنت أو الولد تحت التراب، ما بالك إذا جته الهدية وهو في قبره كما قال أبو عبد الله تأتي على طبق من ذهب وتكون لعلها طريق له للجنة، والشخص المريض تكون سببا في شفائه، والشخص اللي ما يجد لا مرض ولا يريد أن يتصدق عن ميت يتصدق لعل الله سبحانه وتعالى يدفع بهذه الصدقة مصرع سوء لك
ويضاعف لك في أموالك في الدنيا وأجورك في الآخرة. هذا الكلام اللي طلع من قلبي، وأنا أحث فريق دعمي وفرق دعم جميع الشباب الـ14 حنا أنهم يواصلون نحو الهدف اللي رسمناه وهو 2000 سهم بإذن الله تعالى. من جاي حلقة بساتين الجاية إلا والنسبة وصلت 90 وتعدت 90 بإذن الله أن نحتفل باكتمال الوقف يوم الثلاثاء إن شاء الله في حلقة بساتين مع أبو عبد الإله. الله يجعلنا وإياكم من المتصدقين والمحسنين. الله يعطيك العافية وبيض وجهك. الشباب وأسهمهم، من اللي بيجه رسالة لمشاهدينا ولمن يعني هو حريص كل الحرص على إكمال وإغلاق أو إكمال الوقف بإذن الله على خير؟ الآن فهد مطير وصلت 85 صح ولا 80؟ 85. والله ما أرسل علي تحديث، بس إن شاء الله إن الله أحيانا بكرة أو بعد بكرة نجيب لكم التحديث. من اللي يبغى يوجه رسالة لمشاهدي نجاشي؟ أولا أنا أقول أن المشاركة في وقف الأم في مكة، 30 ثانية عشان نمر على زملائي. طيب أنا أقول أن الوقف الأم في مكة المكرمة أطهر بقعة على وجه الأرض، أنك تتشارك فيها وتتصدق فرصة عظيمة وممكن ما راح تتكرر، فبادر بالصدقة، خصوصا أنه وقف جاري لك بعد الممات. الوقف قائم على عدة مسارات، منها كفالة أيتام، منها سلال غذائية، منها كفالة أرامل المطلقات، كثير يعني من المسارات اللي فعلا يستحق أن الواحد يصدق فيها. والآن اللهم لك الحمد الوضع صار أسهل من قبل، بإمكانك بثلاثين ثانية تتصدق. ادخل تطبيق الراجحي، التحويل، جمعية خيرية، اكتب في البحث ظلم بيطلع لك جمعية البر الخيرية في ظلم، ثم الوقف الخيري، ثم حط المبلغ اللي جود بنفسك. أوصيكم بالصدقة، وأوصي كذلك فريق الدعم أنهم يحاولون ينشرون هالرسالة هذه لأن نوصل أو يكتمل 2000 سهم. يعطيك العافية فهد بقمي ثم نايف الأكلبي. 30 ثانية ترى بخطب عليك لطوات. تكلمت عليك بشكل عام، وبتكلم بشكل خاص لفريق دعمي والأسهم اللي محددة. أنا أوجه رسالة لفريق دعمي ولكل محب الفهاد، هذه فرصة والأسهم وصلت آخر تحديث 45%، فبإذن الله بتكاتفهم أني باصل بإذن الله لإكتمال الأسهم المطلوبة مني اللي هي 2000 سهم. فالله الله في التبرع في هالوقف وسلامتكم. سلمت يعني أنت الآن تقريبا 1000 سهم، إلا باقي لك 1000 سهم أخرى. الله الله. نايف الأكلبي. أنا أقول يعني شرفنا على الاتحاد بإذن الله سبحانه وتعالى، شرفنا على الخصم كذلك. أسلم. أنا أقول شرفنا على الاتحاد خلاص من الإكمال. مايك عبد المجيد. أيوه طافي. لا فأقول خلاص شرفنا على الانتهاء وبدأت الفرصة يعني تضيق، فأنصح يعني لا تلحق يا ما تلحق. أيوه بالضبط. خلاص يعني خلال يومين 5%، اليوم اللي جاي يمكن 5%، خلال أسبوع أو 7 أيام يمكن يكتمل الوقت. فأنا يعني نصيحتي للمشاهد اغتنم الفرصة في وقف مثل وقف الأم وفي أطهر بقاع الأرض. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني أنا أقدم رسالة وطلب إلى فريق دعمي وجمهوري أنهم يسارعون في المبادرة في نشر مثل هذه الأمور، الوقف الأم في وسائل التواصل الاجتماعي في الواتساب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لفعل الخير. آمين يا رب العالمين. يعطيك العافية وبيض الله وجهك. أنا ودي أخذ بالجميع التعليق لكن نكتفي بالشباب. الله يسعدك يرفع قدرك إن شاء الله بإذن الله. اللي طال عمرك في أغلب الجلسات طافي واليوم صار ما شاء الله تبارك الرحمن يفزع لزملائي. يعطيك العافية. طيب إذا هذا رسالة لكل من يشاهدنا، زي ما قال نايف كذا في العروض التجارية يقولون إيش، يا تلحق يا ما تلحق. حنا هو خير وعمل خير ونقول لكم يا تلحق يا ما تلحق، لأنه نعرف أنه أهل الخير دائما موجودين ومن الله قريبين ولمجالات الخير دائما يكونون معطين ومنفقين. مايك يطفى يا مهندس الصوت ولا طيب؟ إيش فيك وخرت عن السبيكر؟ لا لا خلاص خلاص. يعطيك العافية على الفزعة. الله وجهك. طيب وخلاص باقي 15000 سهم ب 100 ريال، اذا ما انفقت انفق ينفق عليك من ربي سبحانه وتعالى. نعم. ويعني خلاص ما بقى الا ايام بسيطه وينتهي البرنامج وينتهي الوقف، فما اجمل ان نكون مع الركب يعني كلنا مع بعض منفقين مبادرين في مثل هذا العمل الطيب، ونل دعوه الملك لما يقول لك اللهم اعطي منفقا خلفا. كل يوم ينزل الملكان
الأول يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، الآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. فنل هذه الدعوة، خله يدعي لك بالخلف، ملك لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإذا أنفقت من نية طيبة يدعو لك، وإذا دعا لك الملك إيش بعد تبي؟ يعني أنت مع الرحمن سبحانه وتعالى ستكون قريب، سيرحمك ويتجاوز عنك، وإذا طلع نيتك سيكرمك من واسع فضله وكرمه. أنشر، دل أهل الخير، رجال أعمال تعرفهم، سيدات أعمال، أقاربك، الواتساب، صفحات التواصل الاجتماعي الآن صارت توصل كل شيء. أنشر لمن يتابعك وتبرع وأنفق، وبإذن الله الخير قادم لنا ولكم. وأنا أعرف بإذن الله أن الوقف سيكتمل، 85% وصلناها الآن، 15% بتكتمل خلال 4 أيام 5 أيام، لكن ودنا نفرح اليوم قبل بكرة بإنفاقكم وبنفقاتكم لليتيم والمسكين والمحتاج ولتفطير الصائمين. أعرف في رمضان الناس يدورون بس المساجد عشان يفطرون، ولا الجمعيات عشان يفطرون. الآن بالوقف هذا إذا بنوه راح يفطرون إن شاء الله مئات السنين وألاف السنين، وأنت العداد الحسنات ماشي معك، ماشي 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 ماشي. ليش؟ لأنك حطيته في وقف. وميزة الأوقاف وحرص القنوات وغيرها والجمعيات أن الوقف يدوم، وحماس لي ولك وللغير أنه نتصدق ويكون الحسنات ماشية معنا إلى قيام الساعة. حتى وأنت في قبرك ترى راح الحسنات تمشي معك، وأنت محتاج في القبر، ها راح يوسعك ربي سبحانه في قبرك، وراح يكون الحسنات ماشية معك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة من ضمنها صدقة جارية. وهذا الوقف والأوقاف بوابة واسعة للصدقة الجارية.